مرحبا أطفال الصغار في حصة جديدة من سلسلة دروس عن بعد. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في أحسن حال. بالنسبة لحصة اليوم يا أطفالي، سوف نتعرف على الجبل والغابة والواحة، وقبل كل شيء سنبدأ بطقوسنا الاعتيادية. لا تنسوا استظهار آية الكرسي وأذكار الصباح. لنحدد معا تاريخ اليوم يا أطفال الصغار. البارحة اثنين، اليوم الثلاثاء 19 من شهر ماي 2020. أما بالنسبة لفصول السنة يا أطفال الصغار، فنحن الآن في فصل الربيع والجو مشمس. أحسنتم يا أطفال الصغار. أولا سوف أذكركم بالحكاية ثم الحوار، وسأنتقل معكم إلى المسرحية. استمعوا يا أبطال الصغار، وسأستمع لكم أيضا على الواتساب. فاروق لا يلعب. في كل يوم عطلة يتجمع الأطفال في الحديقة، يتقادفون الكرة ويلعبون الغميضة ويتأرجحون في الأرجوحة. وكان فاروق الفقير يقعد بعيدا تحت شجرة وحيدا يشاهد الأطفال يلعبون، وفي قلبه حسرة وفي عينه دمعة. ذات مرة اقتربت الطفلة كوكب منه وقالت له: أتسمح لي بالجلوس؟ فأجابها: تفضلي. كفكفت كوكب دمعه ثم قالت له: لم لا تشارك الأطفال لعبهم؟ إنهم لا يهتمون بي. لا بأس، أنا سأهتم بك. هاك لوحة الرقمية لك مني هدية. شكرا لك. أنا لا أريد لعبة، أنا أريد صحبة. حسنا، من الآن أنا صديقتك وسأعرفك بأصدقائي في الروضة. أصدقاء جدد، يا للروعة. ومتى؟ غدا بحول الله، وستمثل معنا مسرحية في حفل نهاية السنة. ذكرتكم يا أبطال الصغار بالحكاية والحوار. سأنتقل معكم الآن إلى المسرحية. أولا انظروا جيدا إلى هذه الصورة. ماذا ترون في هذا المشهد يا أبطالي؟ نعم، هنا بهلوان، هذا بهلوان، هذا فاروق، وهذه كوكب. هل تعرفون البهلوان يا أطفال؟ نعم. انظروا إلى الصورة الثانية، هذا منطاد، وهذا هو البهلوان فاروق وكوكب. انظروا إلى هذا المنطاد، نعم لقد تمزق. وهذا البهلوان هنا فاروق وكوكب. انظروا إلى البهلوان. إذن بعدما شاهدتم هذه المشاهد الأربعة، استمعوا إلى مسرحيتنا. منطاد البهلوان. نفخ البهلوان بالمنفاخ في نفاخة كبيرة وربطها بالحبال إلى السلة، وفاروق وكوكب يراقبانه في دهشة. ماذا تفعل يا بهلوان؟ البهلوان يجيبهم: أستعد للسفر كما تريان. كوكب: أحب السفر، أحب اللعب في شط النهر، أحب العوم في البحر، أحب ركوب الموج وتسلق الصخر، أحب الرمال الذهبية، أبني بها قصورا عالية. فاروق يقول: وأنا أحب الصحراء وواحاتها الفيحاء. بهلوان: لا أحب البحر ولا أحب النهر، أخشى الغرق، أخشى سرطان البحر. كوكب تجيبه: إذن أنت تحب الجبل والغابة ومناظرها خلابة. البهلوان: لا أحب الجبل، لا أحب الغابة، فيهما حشرات وقردة. اسمعا من فضلكما، لقد صنعت منطادا وسأخذكما في رحلة إلى القمر. فاروق وكوكب: صنعت منطادا وستأخذنا إلى القمر؟ لا لا شكرا. وفجأة تفرقعت النفاخة وانخرط الجميع في الضحك. لقد أنهيت مسرحيتي يا أطفال. في هذه الحصة سوف
نتعرف على الجبل والغابة والنهر والواحة. انظروا جيدا إلى هاتين الصورتين وسننجز بعد التمارين يا أبطال الصغار. فإلى حصة مقبلة إن شاء الله. لقد أنهيت حصة هذا اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.